فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل رفع اليدين في الصفا والمروة إلى جهة الكعبة فوق الصفا والمروة، هل رفع اليدين فوق الصفا والمروة إلى جهة الكعبة كرفع اليدين عند الصلاة؟ نعم، أي نعم، يرفع يديه مثل ما يرفعهما عند الصلاة، يرفعهما في الدعاء أيضا، يرفعهما في الدعاء على الصفا والمروة. نعم فضيلة الشيخ، لأن هذا من أسباب الإجابة، رفع اليدين عند الدعاء من أسباب الإجابة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.